Hallo liebe Studenten, einen wunderschönen guten Tag. Herr Ahmed mit euch in die deutsche Sprache. Heute wir haben ein neues Thema. Unser Thema spricht über die Vorstellung. Dialog 1. Am Anfang, was bedeutet Dialog? Okay, Dialog ist ein Gespräch oder im weiteren Sinne auch ein schriftlich zwischen zwei oder mehreren Personen. يعني إن المحادثة بتكون عبارة عن محادثة كلامية أو الديالوج بتكون عبارة عن محادثة كلامية بين شخصين وأكثر 20-30 أيا كان. تاني حاجة بتكون أحيانا كتابية، يعني كتابية بتكون خلال الواتساب ماسنجر هو الشات بشكل عام الموجود في الوقت الحالي. فده عبارة عن محادثة بين شخصين أو ثلاثة على حسب. فيبقى كده احنا فهمنا مفهوم الديالوج عبارة عن ايه. أول حاجة عندنا دي فورشتيلونج معناها التعريف عن النفس. هنا في الديالوج دوت بيعرف عن نفسه شخص أو شخصين بيعرفوا عن نفسهم لبعض. فعندنا هنا البنت اسمها إيلي وولد اسمه فريد. البنت بتسأل أو بتقول أول حاجة بتعرف عن نفسها، بتقول إيش بن إيلي، أنا اسمي إيلي أو أنا أكون إيلي وندو وإنت. هيقول لها إيه، هاي إيش هاي سي فريد، أنا أدعى أو أسمى فريد، أنا أسمى فريد. ده أول حاجة عندنا في المواقف أو التعريف عن النفس، بقول إيش بن أو بقول إيش هاي سي، إيش بن أحمد، إيش هاي سي أحمد، إيش بن محمد، إيش هاي سي محمد. الاتنين نفس المعنى ونفس الإجابة واحدة، بس الفرق في الصيغة. بعد كده عندنا اللي بتسأل بتقول في ألت بيزدو، في ألت بيزدو. طبعا السؤال عن العمر بنقول في ألت، أوكي في ألت بيزدو، ونحط الاسم إيه بعد كده. يبقى لازم نعرف دي كويس، في ألت بيزدو. لما أجي أقول لك في ألت بيزدو محمد هتقول لي إيه، إيش بن زي بن يار ألت، عندك كم سنة؟ 7 سنين. طب عندك كم سنة؟ أخت يار ألت، حط السن بعد كده يار ألت. يبقى هنا السؤال في ألت، طبعا الإجابة هتكون إيش بن زي بن يار ألت، أوكي؟ أو حط أي رقم على حسب سن الشخص اللي بيتكلم. طبعا فريد قال لها إيه، إيش بن نوين يار ألت، أنا عندي 9 سنين. إلي فخويت مش فريد، فخويت مش فريد يعني تشرفت يا فريد. طبعا ده في نهاية اللقاء بينهم وبين بعض، فبتقول له أنا سعدت بلقائك أو تشرفت بيك يا فريد. فطبعا هيرد ليها أو هيردها يقول لها ولا فخويت مش أوخ إلي، فخويت مش أوخ إلي، يعني أنا أيضا تشرفت يا إلي. في عندنا هنا زي إيبونج بسيط خفيف كده. الإيبونج دوت بيكون على الديالوج اللي احنا خدناه فوق، وسهل يعني وبسيط إن شاء الله، مفيش حاجة. بيقول لك هنا فيل اوس، يعني اختار الاجابه. الي است، الي بتكون عندها كم سنه؟ احنا شفنا في القطعه فوق قالت برافو، قالت 7 سنين، يبقى عندها سنه كم سنه؟ 7 سنين. يبقى الي است زيبن يارا الت. رقم 2 في هايست دير يونجا، في هايست دير يونجا. لما جه اسال السؤال عن الاسم بقول في هايست دير يونج، في هايسن زي، في هايست دو، اي يعني اسمك ايه، اسم حضرتك ايه. يبقى عندي صيغه السؤال عن الاسم، عندنا اكتر من صيغه من ضمنها او من بين الصيغ دي اللي هو السؤال اللي قدامنا دلوقتي اسمه في هايست مثلا دو او في هايست دير يونج. تمام كده. طيب نشوف الاجابات. عندنا كريم، فريد، فارس. لو لاحظنا هنلاقي ان مفيش ولا اسم من دول جم باستثناء فريد، فطبعا احنا مغمضين عينينا نختار مين، فريد، لان ده اسم الولد اللي كان موجود في الديالوج. نيجي على الديالوج رقم 2، ديالوج نمرة 2. طبعا هنا جايب لنا القصة الشهيرة او الكرتون الشهير بتاع يوجين ورابنزل. يوجين سأل او بيرحب برابنزل فبقول لها هالو هيبشا، ايش بن يوجين، فير بيزدو. طبعا هو ما يعرفهاش، فبيقول لها فير بيزدو، من تكوني انت. ف
تقول لها حلوة جميلة، يعني ايه يعني؟ هي اللي هي اسمها جميلة؟ لا طبعا مش اسمها جميلة خالص، اسمها رابنزل، بس كلمة هيبش دي معناها بالألماني جميل. فهو يعني بيقول لها ازيك يا جميلة عاملة ايه؟ فبقول لها انا اسمه جين فير بيزدو انت مين؟ فردت عليه رابنزل قالت له هاي ماي نام از رابنزل، انا اسمي رابنزل. فقال لها ايه؟ ايش بين سينيار الت، انا يعني عندي 10 سنوات. ايش بين سينيار الت، انا عندي 10 سنوات. اندو وانتي في الت بيس دو، اخذنا دي في الديالوج اللي فات اللي هو السؤال عن العمر في الت بيس دو. فطبعا روبونزل هتقول له ايش بين نوين يار الت، ايش بين نوين يار الت، يعني انا عندي 9 سنوات. فجي قال لها في الاخر كده خلاص الديالوج خلص، فقال لها ايه اوف ذا زين، يعني ايه اوف ذا زين؟ بتساوي باي، بتساوي مع السلامه الى اللقاء. باوف ذا زين معناها الى اللقاء ريبونزل، مع السلامه هي ريبونزل. طب هي ردت عليها قالت له ايه؟ قالت له تشيس، يعني برضو الى اللقاء او مع السلامه. كلمه تشيس بتساوي في اللغه بتساوي في اللغه الانجليزيه كلمه باي، أما أوف ذا زين دي بتستخدم مع الصيغة الرسمية لما أكون مثلا في اجتماع وبقول لهم إلى اللقاء مرة أخرى وهكذا، فبتساوي أوف ذا زين. نيجي على السؤال اللي بعده اسمه فيربند دين ديالوج. هنا جايب لنا زي عبارة عن ديالوج إحنا هنوصله ببعض عشان نكونه. فأول حاجة عندنا بقول لك كلمة تشيس معناها إلى اللقاء، فطبعا لما أجي أقول تشيس طبعا حد تاني يقول له هيرد عليا يقول لي أقول تشيس طبعا، فهنختار كلمة تشيس. طيب نكمل. في است داين نام، ده سؤال بيسأل فيه عن الاسم، ماشي؟ احنا كنا خدنا قبل كده في هايز دو، يعني اسمك ايه، ودي تاني صيغة اسمها في است داين نام، يعني اسمك ايه، اسمك بيكون ايه. طبعا هنيجي نبص على الناحية اليمين هنا هنلاقي بيقول هنا ايش بين الف يار الت، انا عندي 11 سنة، طبعا دي مش هتكون الاجابة. تحت هنا بيقول لك ماي نام است يوجين، يعني انا اسمي يوجين. هنا السؤال كان عن ايه؟ كان عن الاسم، يبقى هنا الاجابة بتاعتنا الاخيرة. نيجي على اللي بعدها في الت بيس دو، طبعا دي هي الوحيدة المتبقية، فطبعا فوق هتكون ايش بين الف يار الت. نيجي السؤال اللي بعده، بيلد دي زيتس ريخت، يعني كون الجمل بشكل صحيح. اول حاجه عندنا بيست تو دو فير، احنا كنا قلنا ان الفير دي بتيجي اللي هي اداه استفهام، ونجيب الفاعل رقم 2 والفاعل في الاخر بنحط عدد استفهام بعديها، تبقى فير بيست دو، بتكون معناها ايه؟ من تكون انت، من تكون انت. اللي بعدها عايزين نقول اسمك ايه، طبعا اخدناه مرتين. قال لك هنا هاي سين وفي وزي، طبعا نجيب طبعا احنا مغمضين الاداه الاستفهام نحطها في الاول، والفعل رقم 2 وزي في الاخر وبعديه علامه الاستفهام. نيجي نبص على الاجابه هتكون ازاي، هتكون بالشكل ده في هاي سين زي. في هاي سين زي يعني اسمك، اسم حضرتك ايه، اسم حضرتك ايه. بعد كده عندنا رقم 3 هنرتب، طبعا دي مش علامة استفهام في الآخر، ملهاش علامة استفهام، نقطة يعني جملة عادية خالص. نجيب يا إما الاسم يا إما الضمير في الأول، وبعد كده نبدأ نكون الجملة بتاعتنا. هنا بيقول لك إيش وألت أو بين إيش ألت نوين يارا، عايز يقول هنا إن أنا عندي 9 سنين. أقولها إزاي؟ ها معايا؟ واحد إيش بين نوين يارا الت، برافو. يبقى هنا ايش بين نوين يار الت، يعني انا عندي 9 سنين. رقم 4 اريل ماين وست ونعمة، فهي عايزة تقول هنا انا اسمي اريل، اسمي اريل. فهنقولها ازاي؟ هنقولها كده ماين نعمة است اريل، ماين نعمة است اريل. دي كانت كده نهاية الدرس الاول دي فورشتيرونج. لو في أي سؤال أو أي حاجة ممكن تبعتولي على الواتس، وإن شاء الله أرد عليكم على طول، مش هتأخر في الرد يعني. وإن شاء الله أقابلكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.